أنا هنا لكي أشارك معكم بعض الأمور التي رأيناها في المؤتمر الماضي، في الندوة الماضية في رواندا. والباوربوينت ليس كبيرا، يعني هذا العرض لن يكون مطولا في بعض الصفحات، وسأقوم بعرض ما رأيناه في المؤتمر في العام الماضي، وسيشاركني أيضا زميلي، سيقوم بالحديث أيضا على بعض الأمور التي رأيناها. صباح الخير ومرحبا بكم. أنا ممثل ويكيبيديا في رواندا، وسعيد بأن أكون معكم هنا، وسأقوم بعرض إحاطة على بعض النقاط التي رأيناها في المؤتمر السابق في رواندا. اسمي ريبيكا جديد، أنا رئيسة مجتمع ويكيبيديا في رواندا. شكرا. وقبل أن أشارككم بعض الأمور التي رأيناها سابقا، أود أن أشكر المنظمين على هذا التنظيم الرائع، وأيضا أشكر أنس وكل المنظمين. والآن سنرى بعض النقاط المهمة التي رأيناها في المؤتمر السابق في رواندا. أظن أن أعتقد أنه أن هذا المؤتمر خضنا يعني كان في بعد الجائحة التي ضربت العالم، وكان هذا المؤتمر عبارة عن كان يعني كان حضوريا وأيضا عبر الإنترنت، وحضر تقريبا 400 أكاديمي و400 شخص إلى هذا المؤتمر، ولكننا سمحنا ل 300 فقط هم الذين حضروا بسبب الإجراءات الصحية. الأمر الثاني هو أن أغلب الأمور كانت يعني معدة في آخر دقيقة، وكان من الصعب كان من كان من الصعب الإعلان عن كل شيء في قبل ذلك. وكان في رواندا كان من المهم جدا أن يكون لدينا أن تكون أيضا أن يكون هناك مؤتمرا أيضا في المغرب، وهو الذي نحضره الآن، لكي نعطي بعض الوقت ونسمح بتحضير الأمور. وهناك أمر آخر كان في تضمين بعض اللغات، فمثلا في رواندا كان المؤتمر يعني أنجلوفونيا، يعتمد على اللغة الإنجليزية ولم تعتمد الترجمة، ولأنه كان أعتقد أن هناك ترجمة، وأن مسألة الترجمة ستكون في عين في الاعتبار. ويكي دابا ينتمي إلينا جميعا، وهو مؤتمرنا جميعا، وأعتقد أنه سأعطي الميكروفون إلى بوبي لكي يتمم. شكرا، شكرا جزيلا. تريدني أن أمسك؟ بعد أمر آخر تجدر الإشارة به، وهو أن حقيقة أن هناك مجموعة من مجموعة الخبراء، هناك مجموعة من الخبراء والتقنيين الفنيين الذين قد لا نراهم ولكنهم معنا في أركان هذه الغرفة. هو أيضا ما نريد أن نريد أن نشركهم أيضا في هذا المؤتمر، ويدلوا بدلوهم وأيضا ويشاركوا معنا. نعلم أن هناك أشخاص قد لا نعرفهم هنا، ولكن نحاول أن نشرك الجميع، ونقول وندعو الجميع أن يشاركوا. وأدعوكم إلى إذا كنتم ترون أي شخص يجلس وحيدا أن تشركوه في هذا المؤتمر، وأن نشارك جميعا بآرائنا، وهذا مهم جدا، من المهم جدا المساهمة بآرائكم. وهناك أمر آخر أريد الإشارة إليه أيضا، وهو في الحقيقة هناك أمور كثيرة أريد أن أشاركها معكم، وهو أيضا التعريف بويكيبيديا والتعريف بكل مشاريع ويكيبيديا، ولأن هناك الكثير لا يعرفون ما بما تتعنى ويكيبيديا، ولديهم يعني نظرات سطحية لمساعدتهم من أجل فهم أعمق لمشاريع ويكيبيديا.
ويعرفوا لماذا نقوم بكل هذه الأمور. والأمر الآخر المهم جدا هو حول العرض. هناك أمر مهم أيضا وهو سياسات ويكيبيديا، وهو أيضا أن معظم الأفارقة لا يحضرون إلى الاجتماعات رغم أنهم يبدون رغبتهم في البداية، ولكنهم لا يحضرون. نريد أن نساعد الأفارقة بأن يساهموا بقوة في هذه المؤتمرات والندوات واللقاءات، وهو أمر مهم جدا أن ترى الناس والأفارقة يشاركون ويساهمون في مثل هذه المشاريع، ونريد مشاركتهم ومشاركة الجميع في هذه المؤتمرات. والأمر الأخير الذي أريد الإشارة به وهو الإشارة إليه وهو بعد المؤتمر، الأنشطة بعد المؤتمر، يجب أن من المهم جدا أن نفكر على أن نفكر أن نتحدث عن الأشياء الجميلة التي رأيناها، ونناقش الأفكار الأخرى، ونقارن يعني التجارب سواء في رواندا أو في أكادير، وتشكيل وهذا قد يساعد الأفارقة في التعبير عن كل ما لديهم خارج هذه المؤتمرات، وأيضا وينقل تجربتهم إلى الآخرين، تجربتهم عن هذه المؤتمرات إلى الآخرين. فبعض التحديات وبعض التح ويتحدثون عن بعض التحديات والمشاكل والعوائق التي كانت عندهم من قبل، وأيضا المساهمة. يجب أن يكون ويكي إندابا نقطة تحول ونقطة تحول من أجل النقاش والحوار، وأن يستمر هذا النقاش وهذا الحوار بعد ويكي إندابا أيضا. أريد أيضا أن أحث الذين لم يحضروا إلى ويكي إندابا أيضا إلى المشاركة والمساهمة في ويكيبيديا، ليس كل شهر وكل 3 شهور، ولكن أن يساهم بقدر المستطاع، وأن يشترك في النشرات الإخبارية ويكيبيديا من أجل تتبع ومتابعة والاحتفال أيضا بأي شيء متعلق بويكيبيديا الإفريقية.